السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ليلى للطبخ الأصيل. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم تحلية شامية كتجي زوينة بزاف في المذاق، في الشكل أيضا كما كتشوفوا كتجي كريمية من الداخل كما كتشوفوا، والمذاق راه مختلف على كاع التحليات اللي ممكن يكونوا حضرناهم من قبل. كنتمنى الاقتراح نتاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره كتشوفوا في هذا الفيديو شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بجديد الوصفات. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وبالنسبه للمكونات ان شاء الله غادي نحتاجوا هنايا عندي اترو ديال الحليب، كاس الا ربع ديال الدقيق النشا اولا المايزينا، سكر سنيده كيبقى على حساب الرغبه. انا عندي هنايا كاس الا ربع، عندي لي غادي نحتاجو معلقه صغيره نتاع الفانيليا السائله، ولا ما كانش متوفره عندكم غتستعملوا بلاصتها جوج ديال لي ساشي ديال سكر الفاني. وهنايا عندي تقريبا جوج كيسان ديال العنبه من لا كريم فريش ديال الحلوه تكون بارده مزيان، اولا ممكن تخدموا بساشي وحده نتاع لا كريم شانتيي تزيدوا عليها الحليب وتطلعوها مزيان. انا غنوريكم ان شاء الله الطريقه. اول حاجه غادي نديرو هي غادي ناخذو هاد الحليب ديالنا، غادي نزيدو عليه سنيده، غنزيدو عليه المايزينا اولا النشا، غنحركوهم مزيان حتى كتذوب لينا هذيك المايزينا تماما هي والسكر في الحليب بهذا الشكل هذا. ثم كنزيد عليهم معلقه ديال الفانيليا السائله اولا كما قلت لكم جوج ديال لي ساشي ديال سكر سنيد عفوا تاع سكر الفانيليا، وكنحرك غنوضعهم فوق النار ونخليهم حتى يغلاو مزيان حتى يعقد ليا الخليط شي شويه. في هذا الوقت هذا اللي راه النشا والحليب حطاهم انا فوق البوطه، دابا غادي نطلع هاد لاكريم هادي غادي نطربها مزيان. انا هاد لاكريم هادي راه عندي حلوه داكشي علاش ما ضفتلهاش السكر، ثم الا ما كانش عندكم حلوه ضيفوا لها السكر، ولكن ديروا بحساب بان راه المايزينا والحليب راه حنا درنا فيهم السكر باش ما تجيناش التحليه ديالنا حلوه بزاف. غادي نطرب هاد هاد الكميه اللي عندي هنايا ديال لاكريم حتى تطلع ليا مزيان. هنايا لاكريم ديالي ها هي من بعد ما طلعتها غادي نوضعها جانبا. هنا غير في المقادير ديال التحليه ديالنا نسيت ما ذكرت لكمش هنايا المسكه الحره، غادي ناخذ تقريبا واحد 3 حتى 4 الحبات، غادي ندقوهم مزيان اولا نطحنوهم مع السكر. هانتوما هاد القياس اللي غناخذو، غادي نطحنوهم مع السكر وغادي نضيفوهم للحليب والنشا في الوقت اللي كيبداو كيختاروا لينا. ثم دابا في الوقت اللي كتبدا المايزينا ديالي والحليب كيعقدوا، في هاد المرحله هادي غادي نبدا نضيف هاد لاكريم اللي طلعت، غادي نضيفها ونحرك حتى كتذوب ليا تماما هاد لاكريم هادي في الخليط ديالي دائما فوق نار متوسطه. غادي نحرك مزيان حتى كتذوب لي لاكريم. هنا خاص يدينا تكون شي شويه خفيفه باش ما تعقدش لينا المايزينا بزاف. بعد ما دابت ليا هذيك لاكريم في الخليط ديالي، في هذا الوقت هذا غادي نطفي البوطه وغادي نزيد هذيك المسكه وغنحرك حتى تذوب ليا تماما هذيك المسكه وسط الخليط ديالنا. هي راه مع الخليط سخون راه غادي طيح دغيا غادي تذوب. ها نتوما دابا في هذا الوقت انا طافيه البوطه تنحرك فقط باش المسكه تذوب ليا. دابا من بعد ما حضرت التحليه ديالي كما كتشوفوا هنا غادي ناخذ شي مغرفه وغنبدا نعمر بها الزليفات ديالي اولا الكويسات، فاش ما بغيتو تحضروها راه تيبقى لكم الاختيار. غادي نستمر هكا حتى نكملهم كلهم. الزليفات ديالي من بعد ما عمرتهم كلهم
غادي نخليهم هنايا حتى ياخذوا ليا حراره المطبخ، يدفاو شي شويه عاد باش ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا مزيان ونتلاقاو باش نشوفوا التزيين باش غادي نزينوهم ان شاء الله. هنايا من بعد ما التحليه ديالي راها بردات غادي نبدا نزينها. عندي هنايا بوش اللي درت فيه شويه من لاكريم اللي خليت اللي استعملت قبيله، درت شويه نتاع لاكريم هنايا في هذا البوش، وخديت هنايا شويه ديال البيستاش هرمشتو، وعندي شويه ديال اللوز ملح. بالنسبه للتزيين راكم ممكن تختاروا اللي بغيتوا، ممكن تزينوها بالزبيب، ممكن تزينوها ايضا بالكوك، ممكن تزينوها يعني بالمتوفر عندكم. انا حبيت نزينها بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هكا. غادي ندير هاد الخطوط هادو من الوسط، ثم من بعد غادي نزين شويه بالبيستاش. بهذا الشكل هذا ثم غادي نضيف شويه ديال اللوز في هاد الفراغات اللي بقاو ليا. وغنستمر هكا حتى نكمل الزليفات اللي عندي كلهم. الشكل النهائي للتحليه ديالي من بعد ما وجدات هو هذا، كتجي زوينه في المنظر كما كتشوفوا. كما قلت لكم التزيين راه كيبقى اختياري على حسب المتوفر، فقط انا هنايا في الوسط ضفت لها واحد الوريقات ديال الورد، الورد البلدي ديال الماكله. ها نتوما كي كتجي من الداخل هي راه كتجي كريميه، ما كتجيش عاقده بزاف، كتجي كريميه، كتجي لذيذه بزاف، مذاقها مختلف على كاع التحليات اللي مورفين كنديرو. كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. فقط للاشاره في المراحل ديال التحضير، يستحسن اننا نبداو بتحضير الكريمه هي الاولى نطلعوها عاده باش نوجدوا الحليب مع النشا فوق البوطه، هكا ما كتعقدش لكم النشا فوق البوطه ثم مازال كتحضروا في الحليب. الا الا كنتو كتزربوا في التحضير راه ديك الساعه ماشي مشكل. كنتمنى الاقتراح تاع اليومين الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره كتشوفوا فيها القناه شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، شجعوني باللايك ديالكم وخليو لي الراي ديالكم في التعاليق. كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي مع وصفه جديده دائما على قناه ليلى للطبخ الاصيل. الى اللقاء.